كان الأصل أن أقول عورة مغلظة متوسطة مخففة، لا، قلنا هؤلاء العلماء رتبوا على هذا الترتيب. لماذا؟ يأتيك إن شاء الله. إنه لو عرفت المغلظة والمخففة، ما عدا المغلظة المخففة متوسطة، يرتب كل شيء، ومتى دخل مرتب بإذن الله أخرج مرتب. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، عورة المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمة، البالغ خرج بهذا الصغيرة التي لم تبلغ. هذا الكلام عن الصلاة لا عن النظر، انتبه. مغلظة أي نغلظ عليها، ولا بد من ستر كل البدن إلا وجهها، وفي حضرة الأجانب تغطي حتى الوجه، وهذا ما يتعلق بالصلاة الآن. الثاني العورة المخففة، العورة المخففة يستر الفرجين فقط، والعورة المخففة عورة الذكر خرج بهذا الأنثى، ابن 7 سنين إلى 10 سنين خرج بهذا، ما لو كان تجاوز 10 سنين، مفهوم؟ ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة يستر من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كمال الزينة. عندي قصة حتى يعني لا يستشكل علينا بعض الناس بعض الأمور. باب النظر باب ما نتكلم عنها الآن، النظر إلى الأمة، النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأمرض، هذا لا نتكلم عنه الآن. نحن نتكلم عن صحة الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ سئل المفتي في دولة من الدول عن، سألته مرأة عياذا بالله، قالت يا شيخ أنا أحيانا أكون بلباس البحر وأدخل إلى الخيمة ولا يراني أحد، ماذا علي؟ أصلي في لباس البحر، ماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، العنهن فإنهن ملعونات. يعني هذا باب، وهذا نحن لا نتكلم عن باب النظر، نتكلم عن باب صحة الصلاة. طيب إذا صلى الصغير ستر الفرجان فقط، صلاته صحيحة أم باطلة؟ نعم باطلة، خطأ، صحيحة خطأ. نعم أولا في تفصيل، نعم ما هو التفصيل؟ من بين 17 الصلاة صحيحة، تجاوز 10 باطلة، فتح الله عليك. نعم اجلس. نعم طيب، إذن عورات 3 ترتب على هذا الترتيب، مغلظة مخففة متوسطة. المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة تستر كل البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. المخففة الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين فرجان، وما عدا المغلظة المخففة متوسطة، والمتوسطة من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كمال الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم دخول الوقت إخواننا ترى مشكلة. دخول الوقت لو صلى قبل الوقت، صلى الفجر الآن قبل الوقت في الساعة على التوقيت الآن هنا 3:00، فالصلاة باطلة. تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وصلى مثلا في 10:00 الفجر، فالصلاة كذلك باطلة. إذن يصلي على الوقت. هناك بعض الشباب هدانا الله إياه يعني يفتي في أوقات الصلوات، هذا إخواننا يعني من يقول إنه نحن نصلي قبل الوقت أو بعد الوقت أو كذا، هذا الأصل أن يتكلم بهذا الكلام من؟
عالم. أما يأتينا طالب يقول انظر إلى الشمس، انظر إلى الشفق، انظر إلى كذا، نقول أنت عالم؟ يقول لا، نقول لا تكتب، لأن هذا أمر يتعلق بالصلاة، أمر خطير، مفهوم؟ فلابد إذا أردت أن تتكلم في هذا الباب ترجع إلى كبار العلماء. طيب، وارتاح. الثاني، إذا صلى قبل الوقت الصلاة باطلة، إلا إذا كانت الصلاة تجمع جمع تقديم، كما لو صلى جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، فصلى العصر قبل الوقت، فالصلاة صحيحة إذا كان لهذا عذر في الجمع جمع تقديم، مفهوم؟ أو جمع تأخير كذلك. طيب، عندنا مسألة يعني تكثر عند بعض الناس، قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الأخ ونام عن صلاة الفجر. صلاة الفجر الآن تقريبا يؤذن عندنا الفجر الساعة 6:05، صحيح؟ طيب، 6:05، فهذا الأخ استيقظ 8:05، 8:05، يعني خرج وقت الصلاة، طلعت الشمس، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت عليه الصلاة والدرس، أنام، أريد أنام إلى 11:00، ثم أقوم وأصلي الفجر. فهمتم الصورة الآن؟ نعم. هذا عندما نام من 7:05 إلى 8:05 كان بتفريط؟ تعمد؟ لا، لأنه هو نام مبكر، وضع المنبه، وأوصى فلان من الناس. طيب، قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا الآن في حقه وفي هذه الحالة وقت صلاة الفجر، عند هذا أصبح 8:05، فعندما تعمد إخراج الصلاة من 8:00 إلى 11:00 تعمد إخراج الصلاة عن وقته، نقول لا تصلي. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نقول لهذا إذا استيقظ الصلاة 11:00 نقول لا تصلي. لماذا؟ لأنه النوم الأول بلا تفريط، والنوم الثاني تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يصلي. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الفتوى، نقول لهذا لا تصلي إن لم نقل بكفره. فماذا تصنع؟ مجرد ما تستيقظ تقوم تصلي. طيب، مسألة ثانية، يؤذن الظهر تقريبا 1:10، نعم، بلا تفريط، واستيقظ 1:15، وقال أنا أنام الآن إلى 2:30 أقوم أصلي، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه لم يخرج وقت الصلاة، لأن وقت صلاة الظهر الآن صلاة الجماعة فاتت بلا تفريط، لكن هنا وقت الصلاة لم يخرج، يصح أن يؤخر 1/2 ساعة لا إشكال، لأنه لم يدخل وقت صلاة العصر، مفهوم؟ طيب، مواقيت الصلاة تعرف بالرجوع إلى العلماء. أما الرجوع إلى الطلاب والبعض الذي يشكك في الصيام وفي الإمساك وفي الصلاة وما إلى ذلك، هذا لابد أن يرفع إلى العلماء. طيب، نعم، تفضل. استقبال القبلة، يستقبل القبلة ولا بد، شرط، في الفريضة أو في النافلة، في الحضر أو في السفر، يستقبل القبلة في الحضر وفي السفر، هذا في صلاة الفريضة لابد من استقبال القبلة. أما إذا كان مسافر يصح أن يصلي النافلة، لكن حيث توجهت الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو ما إلى ذلك. إذن استقبال القبلة شرط في صلاة الفريضة،
في الحضر وفي السفر. أما إذا كان يصلي النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت الدابة أو الراحلة أو القطار. أما وهو في الحضر يريد أن يصلي النافلة على غير قبلة لا. طيب طيب مثال الآن في الطائرة، أنا في الطائرة ودخل وقت الفجر، هل أصلي أو أترك وقت الفجر حتى يخرج؟ لأني أنا أعلم أنه تنزل الطائرة بعد خروج وقت الفجر، ماذا أصنع؟ أصلي في الطائرة أستقبل القبلة ولا بد، استقبال القبلة ولا بد لأنه هذا فرض، لكن أريد أن أصلي راتبة الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر لا يترك راتبة الفجر ولا الوتر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني بعض الناس لا يعرف هذا، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من التنفل المطلق في السفر لكن لا يصلي من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، مفهوم؟ نعم. فعندما أريد أن أصلي ركعتي الفجر سنة الفجر الطائرة تسير على هذا الاتجاه، القبلة هنا الآن، الطائرة تسير على هذا الاتجاه وأنا على الكرسي أصلي ركعتي الفجر، أما عندما أريد أن أصلي الفجر أقوم وأستقبل القبلة ولا بد، مفهوم؟ إذا كان هناك مصلى في الطائرة الحمد لله، وإذا لا يوجد مصلى تبحث عن مكان تستطيع أن تسجد فيه، إن وجدت الحمد لله وإن لم تجد تومئ إيمان، مفهوم؟ طيب نعم انتهت الشروط الحمد لله انتهى الدرس، من يعيد لي الشروط مع شرحها؟ لماذا خائف يعني تضع اسمك؟ نعم يا أخي تفضل. الشرط الأول قلنا عندنا شروط في كل عبادة إلا أن بعض هذه الشروط قد تتغير في الحج والزكاة، إسلام وعقل وتمييز ونية، الإسلام ضده الكفر، فلو صلى الكافر باطل منافق نفاق اعتقادي يعني أكبر، أجلس فتح الله عليك. الثاني نعم العقل، فلو صلى المجنون، لو صلى السكران ها باطلة، فتح الله عليك نعم باطلة ولا شك. نعم في عاقل، في عاقل على وجه الأرض، عاقل على وجه الأرض يقول أنا ما أريد هذا العقل، هذا ما هو عاقل أصلا، حتى وهو عاقل هو مجنون والله. نعم نعم آخر التمييز معناه التفريق بين الأشياء، هل للتمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب الابن 7 سنين مميز، فتح الله عليه. نعم ما حكم صلاة الصغير؟ أوقف، ما حكم صلاة الصغير؟ قبل 7 سنين هي باطلة وبعد 7 سنين صحيح؟ خطأ، هذا كل وقت خطأ. نعم أجلس. نعم أخي تصح صلاة الطفل إذا جاء بشروط صلاة من العقل والتمييز والإسلام إذا كان مميز فالصلاة صحيحة مع بقية الشروط، وإذا كان غير مميز فالصلاة باطلة. نعم طيب بعد. نعم يا أخي إزالة النجاسة قلنا عن أشياء ثلاثة، البدن والبقعة المكان والثوب، أصبر معي، صلى في الحمام باطل المكان نجس، طيب صلى في ثوب نجس، هات التفصيل. إذا لم يعلم بالنجاسة فالصلاة صحيحة، وإذا كان يعلم بالنجاسة فالصلاة باطل. طيب والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلي أذى،
فلم يبتدئ الصلاة. طيب أنا الآن وأنا أصلي كنت أصلي يعني مثلا في الغابة ومر طائر وأسقط يعني علي شيء، نعم ماذا أصنع؟ الله يفتح عليك، هذا يستحق جائزة. نعم، إذا كان هذا الحيوان هذا الطائر مما يؤكل لحمه فلا إشكال، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وإذا كان غراب مثلا، إذا كان لحمه غراب تخلع، نعم أخلعها وأنا أصلي أضعها جانبا وأكمل الصلاة. فتح الله عليك، أصبر. طيب الآن وأنا أصلي ونزل شيء علي، هل لي أن أنظر في الطير؟ نعم، لأنه هنا النظر لحاجة وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب البدن والبقعة والثوب، فإذا كان عالق بموضع النجاسة ويقدر على إزالتها وصلى في الصلاة باطل، لكن إذا كان قد نسي النجاسة أو لا يعلم بها أو غير قادر على إزالة النجاسة فماذا يصنع؟ الصلاة صحيحة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الطهارة كيف يتطهر. الله يفتح عليك، أعطيها. نعم يا أخي. رفع الحدث أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فلو صلى عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر فالصلاة باطلة. نعم، دخول الوقت فلو صلى قبل الوقت أو بعد الوقت وكانت الصلاة لا تجمع مع غيرها، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، فالصلاة باطلة. فإن صلى قبل الوقت ثم يعني الآن هذا الأخ استيقظ نظر في الساعة وجد الساعة 9 وصلى الفجر، ظن أن صلاة الفجر قد فاتت، صلى بعد قليل سمع الأذان، ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة. والصلاة الأولى صحيحة لكن نافلة، وقعت نافلة. نعم، مفهوم؟ طيب، وقلنا الذي ينام عن الصلاة ينظر، إذا خرج وقت الصلاة ما يستطيع أن ينام حتى يصليها، وإذا لم يخرج بقي وقت ويريد يرتاح قليل لا إشكال، مفهوم؟ طيب، فتح الله عليك. نعم يا أخي. ستر العورة، وقلنا أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال الأولى أن نقول أخذ الزينة لأنه يشكل على بعض الناس، وهذا الذي جاء في القرآن. وقلنا العورات كم؟ ثلاثة، مغلظة، مخففة، متوسطة. لما قلت سامحك الله مغلظة ومخففة ومتوسطة ولم تقل مغلظة ومتوسطة ومخففة؟ لأن هذا ترتيب العلماء، إذا عرفنا المغلظة والمخففة ما بقي فهو متوسط. الله يفتح عليك. العورة المغلظة، نعم يا أخي، عورة المغلظة المرأة الحرة خرج بهذا الأمر، البالغة خرج بهذا الصغير، تستر كل البدن إلا وجهها، وعند وجود الأجانب تغطي حتى الوجه. والعورة المخففة أي نخفف عليه، يستر الفرجة. والصلاة صحيح، الذكر ابن 7 إلى 10، وما عدا المغلظة المخففة. عورة البنت، بنت 7 مغلظة مخففة متوسطة. فتح الله عليك. عورة الأمة متوسطة. عورة الرجل البالغ مخففة. عورة غير البالغ ابن 10 مخففة. فتح الله عليك. نعم، بعد هذا. نعم أخي. النية محلها القلب ولا يتلفظ بها والتلفظ بها بدعة. بعض العلماء يقول
لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل عمل بلا نية لكان تكليف ما لا يطاق. ما ممكن تعمل عمل بلا نية إلا ما سيأتي بإذن الله. طيب، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في كل العبادات غير هذا. نعم يا أخي. استقبال القبلة في الفرض أو في النفل؟ في الفرض والنوافل، في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر، هذا في مرة أخرى، استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة في الحضر، واستقبال القبلة ولا بد في الفريضة. أما النافلة يصلي حيث توجه به الدابة أو الراحلة والصلاة، صحيح. نعم، غير هذا لم يبقى شيء. طيب إخواني، الله يرضى عنكم، معكم إلى الظهر. الذي اختبر يعيد الاختبار، التكرار يعلم الشطار، وما تكرر تقرر. اكتب مرة أخرى، جزاك الله خير، اكتب مرة أخرى هذه الأمور التسعة، لأن والله مهمة. طيب، وفق الله الجميع لما أحب أرضى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سامحونا على الإطالة.